هذان الفرنسيان لم يحلما بفترة تقاعد أفضل من هذه. مياه دافئة وشمس ساطعة في أواخر شهر ديسمبر كانون الأول. إنه الشتاء في المغرب. مناخ متميز، خاصة بوجود هذا الجبل الذي يحمينا. إنها قطعة من الجنة. منذ 5 سنوات يقضي نيكول وباتريك نصف السنة في هذا المخيم القريب من أكادير. ففي العام 2010 حدثهما أحد أصدقائهما عن المغرب، قاما بزيارته لأول مرة فوقعا في حبه، وقررا استثمار 45,000 يورو في هذا المكان المؤلف من 60 متر مربع. لا في الدول العيشة بات بي بس ميزينة سرعي ياك عارف انا بس مثل سوبس عارف نيكول وويليام يعرفان أنهما سائحان في المغرب وأنهما قد يتعرضان لعمل إرهابي شبيه بذلك الذي حدث في تونس، لكنهما يشعران بالأمان في المغرب. سي ابراهيم سي علال طلع بسم الله توحشنا اش هاد الغبور سي ابراهيم والو ودي سي علال غير المرض ديالي والمرض ديال المراه والدواء والكرا وانت كيدير مع السكر اش غادي نقول لك انا ما قاتلنيش السكر انا اللي قاتل والدي عرفتي باش بلونطريما والريجيم وحتى الولاد الله يرضى عليهم معمرين عليا بزاف ومخليني مخصوص حتى حاجه وانت انا حتى انا حتى انا الوليدات ما مخليني مخصوص حتى شي حاجه الله يرضى عليهم سي ابراهيم ما كتعرفش تكذب ولا خصك شي حاجه انا معاك واش عيبض الله الخلصه ديالنا اللي كتجي 3 شهور 3 شهور ما قد حتى حليب دري صغير يلا كتبدا الله يهديك سي ابراهيم الفراغ السي علال انتقل لي من حياتي لراسي ومن راسي لحياتي وليت كنحس براسي غير زيد جمع راسك معنا مظلومين ايه ضعاف لا مشيو شربوا لنا شي قهوه لا ودي السي علال ما نصيبش عندي المراه مريضه وما نقدرش نخليها ولو دقيقه واحده والمهم اش غادي نقول لك الا خاصك الدواء دوز الفرماسيان عند سامير ولدي الله يكثر خيرك يلا تهلا في راسك لا عم سي ابراهيم نشوفك قد ان شاء الله يلا علاش عيب والله من شي غريب محتاج علاش معاك ابراهيم على هذا قصوحي الراس مالك فين غادي بهذا الشيء كامل
يكون لك هالدواء. اي ما قال لكم؟ لا قال لي بلي غادي يرجع. رجع واخا. هاد الفلوس كرشهم ولا عزازين عليك ما بقيتش باغي تخرجهم. وقيلا لا لك تاخذهم كاملين. اسيدي احنا بغيناهم من شهر لشهر ماشي من العام للعام. ماما ولكن بابا راه كيخلصك في الوقت. كان دابا ما بقاش. ما تنساش رشاد لا غوتخيت. دابا راه دار العزازه راه فابو. دار العزازه. هي؟ الله يخلصك. الله يخلصك على ماما فابراهيم معيشه ما غاديش يخرجوا من الدار. وعلاش؟ حيت كيخلصوك. واش انتي معانا ولا ضدنا؟ دخلي دخلي دخلي. سي العربي. نعم السي ابراهيم. بغينا ناخذ شي حاجه السي العربي. واش غادي نقول لك اودي السي ابراهيم راه الشيء عندك كثير هنايا. وري شوف. انت السي ابراهيم. عارف السي العربي. غير غتزيدني شي حاجه ترى الشهر ان شاء الله. واش غنقول لك السي ابراهيم راه المحل ما قادش على هذا الشيء. غير خلي داك الشيء ان شاء الله تيكونوا فلوس ولا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اجي السي ابراهيم اجي. لا الله يكثر خير الله يكثر خير غير خبيلك الله يكثر خير. شو مسكين هذا الراجل المسكين فكرني بجواري الله يرحمه مسكين. ديما هاز الورق ديالو كيشبه لي سبحان الله العظيم. باينه غادي الله سيني سيزان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا سيني سيس يا يا ولدي باش عرفتي وا فكرتيني في الوالد الله يرحمه مسكين. هذه هاد الاوراق ديالو لا سيني سيس جاي منها. لا ولدي سير ولدي ملي كتشدو لانتريت كنوليو كتشابو بحال شي نوع وما فرحش بلانتريت ديالو مسكين. هاد ضربة التمرة كاملة والتسخسيخ وما فرحش بلانتريت ديالو. راه هذاك لانتريت راه ما فيه والو ملي كتشدو. واش كاين شي فلوس كيسالو نهار ربعة في الشهر؟ في الاخر ديال الشهر كتلقى فرماسيان كيتسالك، مول الحانوت كيتسالك، مول الكرا كيتسالك، الضو ما كتخلصوش اللي كيخلصوه الناس كاملين. الحاس ولا ولدي راه مبغيش نعمر لك راسي. واش نعمر راسك كلشي بحق الحق ما عندك صغير الحقيقة، الحق ما عندك صغير. اسمح لنا ياك ما نقربك حدا لا لا ولدي لا ولدي انا غادي نضرب هذيك الطريق حيت انتي اللي غنضرب عليا على الشيء. ماشي مشكل نقربك على ياك الكونتور هو هذاك ياك. اه هو هذاك. بسم الله الله يرضي عليك ولدي الله يرضي عليك ولدي. تهلا في الوالده بغيتي تهز الدوسي ديالي الله يرضي عليك. لا سمعت بابا كيقول ماما بلي خاصنا نخرجو بابا ابراهيم من الدار. يا اخي ندعيو حيت كتعطل حيت كتعطل على الفلوس كرا ياك ما سمعنا ما نضرش حيت الضحكة تولي جات وما تبدلاتش. ايه وملي كيتقلق كتبان ليه في وجهو. صباح الخير بابا ابراهيم. صباح الخير وليدتي. كيف بقات معيشة والناس كتشوف؟ كنكون عايشة كتشوفكم بقدا وراكم عزيز عليها بزاف. حتى انت بابا ابراهيم. حتى انتوما وليداتي. الو الو صفاء. وي سيدة صفاء لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. بغيت نسولك اش بقيتي درتي ليا في هذاك الشيء ديال السي ابراهيم؟ هاي صارت السراري في الجمعية. انا ساهموا بالكثير والقليل وراه ان شاء الله الزكاة غادي تجي غادي تلقى ديك البركة اللي جمعوا لي. لا لي ختكم ان شاء الله غدا غندوز موراهم واخا؟ صافي سامع حتى انا فاش قالت لي غتلقاني في البيرو ونعطيك البركة ان شاء الله. بسلامة عليك ابنتي. يلا سلام. يلا يلا الله يعاونك. اي وعدتوني قولي لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي ابراهيم كيف ساكن؟
ما تجيوش تخرجوا من الدار ما نخليوكمش. انا ما نخليوكمش. ماشي باغي نخرج من الدار، انا راه صاحبو باغي نشوفو. ودابا اجي تبع. الو بنتي لاباس عليك؟ انا بابا لاباس عليك صافا الحمد لله. وانت؟ لاباس الله يبارك فيك يا بنتي. لا بس على لا بس على لا بس على ما تخافيش بنتي، لا بس على راه كتاخذ الدواء ديالها في الوقت والحمد لله. انت بابا غادي تاين بيضه تخمي. اي واخا واخا ما مساليهاش ياك بنتي. يا انا دابا باش شي وطالع عليك بارك. واخا بنتي واخا واخا واخا. لاباس الله يبارك فيك يا ولدي. لا بخير على ولدي بخير على الله يبارك فيك يا ولدي الله يبارك فيك. انت انت مزي. نعم نعم شوف شوف الله يبارك فيك. اها قطع قطع تنعيط لك اصلا. واخا ولدي واخا 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 يا اخا واخا واخا. سلال سي ابراهيم اش تما؟ هادي واحد امانه جمعنا لك. كاين بزاف الناس بحالي تقدر تجمعولهم كاملين، ماشي نتوما اللي خصكم تجمعو لنا الفلوس. وشكون سي ابراهيم؟ شكون شكون؟ سؤال سولته لراسي بزاف المرات ما لقيتش ليه جواب. كنشكركم وقول الناس الله يرحم الوالدين والله يكثر خيرها، ما نقدرش نخطا. شكرا وليدي بزاف الله يرضى عليكم. شكون داق؟ لا لا ما حتى واحد غير غادي نجمع. شكون؟ سؤال سولته لراسي بزاف المرات ما لقيتش ليه جواب. دابا انا اذا كبرت وخدمت وتزوجت ولا عندي وليدات وشديت لانتريت واش غادي يوقع ليا بحال بابراهيم؟